بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدو قناة البلد الفضائية، السلام عليكم أينما كنتم، أحييكم أنا بكري المدني في حوار جديد من سلسلة حوارات تسريبات، ويشرفني كثيرا أن يكون ضيفي الليلة الدكتور صديق تاور، عضو المجلس السيادي الانتقالي السابق والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي بين قوسين الأصل. دكتور مرحبا بك، وتشرفنا بك كثيرا على شاشة قناة البلد الفضائية. أهلا بك أستاذ بكري، وأهلا بقناة البلد وبمشاهدي ومشاهدات قناة البلد، ونتمنى أن تكون مشاركتنا ذات قيمة. مرحبا بك مجددا دكتور. احنا عرفناك بالتعريفين دين. نعم. عضو في المجلس السيادي السابق وقيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي، لكن أنا بعرف أنه أنت أستاذ متميز في مادة الفيزياء تقريبا. نعم نعم، تدرس تقريبا في الجامعات، في جامعة النيلين، يعني أستاذ الفيزياء الحيوية. الفيزياء الحيوية، الفيزياء الحيوية ده من التخصصات النادرة، يعني من التخصصات النادرة في السودان، والحمد لله يعني من خلال عملنا يعني أسهمنا في إعداد عدد من الكوادر السودانية في المجال. الآن مواصل التدريس؟ مواصل التدريس ان شاء الله. يعني الان مهنتك الاساسيه استاذ جامعي؟ استاذ جامعي، ولو انه يعني مع التبدلات الظروف يعني اختلفت، فالمساهمه ما بتكون بنفس المساهمه لما كنت متفرغ تماما للعمل الاكاديمي، ويعني على الاقل بعد سنوات يعني بتكون عندك الخبرة اللي مفروض تنقلها للآخرين، اللي تنتج انت نفسك للبلد. فأغلب المساهمات في مجال الإشراف على طلاب الدراسات العليا الماجستير. دكتور، من الملاحظات انه قليل جدا من أساتذة الفيزياء تقريبا والكيمياء والى حد ما العلوم المرتبطة بهذه العلوم بيكونوا عندهم هوى في العمل العام. دائما بتلقاهم اساتذه جامعات كذا وناس مكتبات وبحوث وما الى ذلك يعني. نعم. وقليل منهم نلقاهم في السياسه، لكن انت السياسه اخذتك من الفيزياء، فما الذي تبقى من الفيزياء يعني؟ انا اعتقد انه ده سؤال مهم جدا. نعم. لاساتذه الجامعات عموما. نعم. يعني انا دائما اعوذ بالله من عباره انا، يعني دائما اقول انه عندنا مشكلة في الجامعات على صعيد قطاع الأساتذة. يعني في عدد كبير وليس بالقليل بيفصل ما بين الوظيفة الأكاديمية وبين وظيفة الجامعة كمؤسسة نحو الدولة ونحو المجتمع ونحو تطوير البلد. يعني الجامعات هي مراكز المعرفة، تنتج المعرفة، تطور المعرفة، تقدم حلول للمشكلات، وبالتالي هي في الوضع الطبيعي هي القائد الطبيعي الفعلي للدولة. عدد كبير من الأساتذة لا يفهم هذا الدور ويحصر نفسه في المقرر وفي الشأن الأكاديمي ويغيب دور الجامعة ويتحول إلى مدرس أكثر منه، رغم أن الجامعات لعبت دور كبير جدا في العمل العام. نعم. يعني أكتوبر طلعت من الخرطوم. نعم. يعني الحركة السياسية مرقت من الجامعات، جامعة القاهرة الفرع أيضا أنتجت يعني قيادات هاي وطلعت نجوم يعني. أيوة. وعناوين على ذكر دكتور، منو في الذاكرة من دفعتك في الجامعة؟ من دفعتي في الجامعة، أنا درست في جامعة الأزهر. الأزهر. جامعة الأزهر. في مصر. في مصر. نعم. في الثمانينات يعني ما بين. بس كان فيها تخصصات زي دي، فيزياء. نعم. الأزهر. نعم. الأزهر. الأزهر ده مربوط عندنا ده تحول مهم جدا يعني. عمله الراحل الرئيس جمال عبد الناصر. نعم. يعني طلع قرار إنه تكون في كليات علمية تطبيقية في الأزهر. نعم. وده خلق نقلة كبيرة. قبلها كان الأزهر يعني هو على الرغم من أنه من أقدم الجامعات في العالم أكثر من 1000 سنة. نعم. ومعروف يعني بالمثقفة والحوار الديني المفتوح والتيار الوسطي والديني. منهم من السودانيين كانوا معك في الفترة دي؟ من السودانيين عدد كبير، الله يرحمه
الأخونا العزيز حسن البطري. حسن البطري زميلنا الصحفي، ربنا الصحفي تقبل. الله يرحمه، ربنا يتقبله. نعم أستاذنا حقيقة حسن. حسن البطري يعني سكننا سوا، نعم، ودرسنا سوا وامتحنا سوا وتعذبنا يعني في الـ في الـ يعني في القراية، نعم، وكذا. ويعني أذكر أنا في المجلس السيادي زرته، كان أيام سيول الفيضانات، زرت الشمالية يعني أخذت الخط من الجيلي لحد دونجولا وكذا وماشي، لكن كان في بالي أنه لازم أصل مقاشي. مقاشي نعم، هو من مقاشي، نعم، ومننا نحن طلبة في الجامعة يعني عندنا صورة ذهنية جميلة لحتة اسمها مقاشي. اسمها مقاشي، نعم، منها عثمان حسين ومنها نعم. يعني بعض الصوفية الكبار نعم. وكذا، فحرصت انك تزور مقاشي. ازور مقاشي ويعني التقي بالناس واذكرهم لانه هو يعني انت يعني اعلامي ولك علاقه كبيره بالوسط الاعلامي. يعني حسن شخصيه يعني سوداني اصيل نعم. يعني باستمرار انا كان يقول لي انت اخوي، يعني الكلمه دي نعم عندها ابعاد كبيره جدا. نعم. واذكر في زياره مشى كاوده ضمن وفدي، ما اذكر الوفدي هو شنو، في 2012 حاجه زي يعني ايام نفاشه دي قبل 2012 نعم. وانا كنت بتعاون معاه في جريده الصحافه بعمود يعني راتب اسبوعي، فما كان عنده يعني اول مره يزور الجبال. فلما جاء ونحن بنتناقش طبعا كان بيتلمنا فضاءات نعم. يعني حواريه كثيره في شؤون عامه نعم. كذا. فأول ما رجع قال لي أنا يعني يا دوبك فهمت المغالبة الفكرية والثقافية اللي مرت بها في حياتك. نعم، ربطها بالمجتمع نعم بالطبيعة يعني بالطبيعة وبالتنوع وبالثقافة يعني إن شاء الله نعم 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 يطرح نعم البركة في أولاده وأخواننا نور الدين أحمد عبد الله نعم و عدد كبير من الزملاء حتى لا يغيبوا عن بس يعني دي. يعني انت عاصرت الناس ديل وتقول انك درست في جامعه كان للرئيس الراحل جمال عبد الناصر دور كبير جدا في نعم. النقله فيها، لكن الدكتور صديق ما طلع ناصري. نعم، يعني رغم انه الازهر مفترض تكون اقرب للاسلاميين يعني، لكن للإسلامين. انا داير اقول انك يعني حتى ما بقيت ناصري بقيت بعسي. وانا قبل ايام بقرا في واحده من مواقع التواصل الاجتماعي منشور ما بتذكر الكاتب، لكن كان موجه لك انت، بقول لك يا اخي انت علاقتك بالامه العربيه جنو نعم وبرسالتها جنو، انت ما تخليك في امتك هاي، خليك هاي في خليك في قبيلتك وخليك في اسنيتك وخليك نعم في افتكر هو الخواض في كذا نعم يعني. ولكن هو الطريق الى البعث، هاي الطريق الى البعث. انا يعني في الفتره بدايه السبعينات أنا كنت في المرحلة المتوسطة ومنتصف السبعينات انتقلت للمرحلة الثانوية، ولكن المناخ في الوقت ذاك المد القومي الثوري الاشتراكي كان يعني مسيطر على المناخ عموما في المنطقة، وحرب أكتوبر القوميين العرب وحركات التحرر الأفريقي والعربي نعم. وجميع حركات التحرر الأفريقي نفسها كان مراكزها عندها مركز في القاهرة نعم. يعني مصر في ذلك الوقت الجمهورية العربية المتحدة كانت نعم. هي منطلق حركات التحرر الأفريقية، ناميبيا وروديسيا وإلى آخره. بقيت قومي عربي يعني، وديل أقرب ليك يعني، نعم تتكلم عنه يعني حركات التحرر نعم الأفريقي يعني. نعم نعم. يعني إحنا سودانيين في النهاية. أي ال 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 المناخ ده، الجو الثقافي العام ده ما كان فيه تقاطعات ما بين يعني فكرة التنوع وفكرة القومية. بل على العكس تماما، في أدبيات حزب البعث أول حركة سياسية تناولت التنوع من منطلقات فكرية معرفية عميقة، تجد هذه الأدبيات في يعني تجد هذه التناول في أدبيات حزب البعث. بمعنى
يعني الحزب كونه حزب قومي يشمل الجغرافيا العربية بشكل عام، وقومي اشتراكي إنساني، يعني الاشتراكية ببعدها الإنساني هي اشتراكية تختلف عن الاشتراكية اللينينية. لما يتكلم عن التنوع كان يتكلم عن المجموعات المتمايزة ثقافيا من الجغرافيا الواسعة العربية، في الجغرافيا العربية يعني نتكلم من المحيط إلى الخليج، في مجموعات متمايزة دينيا في لبنان وغيره، في مجموعات متمايزة حضاريا زي الأكراد في شمال العراق، ثقافيا وحضاريا جنوب السودان، البربر في بربر الأمازيغ وكذا. فالتناول البعثي لأنه دي ليست يعني تقديرات درجية، إنه هذه التمايزات الثقافية وكذا هي بتمنح المجتمع ككل نفس الحقوق، حقوق الثقافية نفسها، وبالتالي الدولة القومية نفسها ملزمة بأن ترعى الثقافات المتمايزة سواء دينيا سواء ثقافيا حضاريا إلى آخره، ينبغي أن ترعاها وتديها مساحتها على أوسع نطاق. دكتور لقيت نفسك بعثي عربي لأنه ما لقيت يعني التناقض ما بين الفكرة الواسعة اللي هي الصراع في طبيعة الصراع. بس بعرف في الأسرة لك أشقاء يعني في عندهم انتماءات مختلفة. نعم في الأسرة دي أنا يعني أحكي لك طرفة لطيفة جدا. عندنا عمنا بمثابة والدنا الموجه التربوي المرحوم الله يرحمه الأستاذ موسى برنجي كافي، وفي بداية في الثمانينات يعني بداية حركة التمرد على الجبال كان في استهداف لبعض القيادات وكذا، فجاءوا يعتقلوه من البيت. المسألة في الديمقراطية الثالثة. من أصل الاستخبارات التيم جاء دخل عندنا زي الديوان كده زي كل السودانيين وكده، فلقى في الديوان ده معلق صورة المرحوم بدر الدين مدسر وجنبه صورة الأب فيليب غبوش. نعم. وهو جاء طبعا يعتقلوه باعتبار انه يعني علاقته ممكن تكون بالحركة التمرد وكذا. فقام الراجل القصة ما وقعت له. قال لي انتو شنو؟ فقام قال لي ده السوداني يا ابني. نعم. فهو يعني الانتماء بيعتمد على الشخص وميولات الشخص لأغراض التوثيق. نذكر لنا أن أفراد الأسرة الصغيرة اللي عندهم انتماءات سياسية مختلفة يعني تقريبا يكاد يكون كلهم. أنا أعطيك مثلا مثال، عندي شقيقي في بريطانيا اسمه محجوب، ومحجوب ده من أوائل الناس اللي شكلوا التنظيم بتاع الحركة الشعبية في الجبال، كان اسمه تنظيم كومولو. طيب في تنظيم كومولو ده الشخص اللي أدى القسم اللي أدى عبد العزيز الحلو القسم أمامه هو كان شقيق محجوب محجوب تاعه. نعم. وأيضا عندنا يعني شقيقنا جلال، يعني هو ما سياسي صارخ لكن لفترة في بالذات فترة النفاشة في ظروف بتاعت النظام البايد يعني استعانوا به لرئاسة لجنة الأمن والدفاع في المجلس الوطني، وكان لازم يكون مؤتمر وطني وما إلى ذلك. نعم. خلال في الظرف ذاك يعني بعد ذاك غادر الشغلة بقى يعني مستقل. في أختنا الكبيرة اللي هي دي يعني زي بمثابة البوصلة بالنسبة لنا اللي هي الأستاذة نور تاور، هي الآن في كندا ربنا يديها الصحة والعافية. نور تاور هي أول فتاة من جبال النوبة تدخل جامعة الخرطوم. أول فتاة من جبال النوبة تدخل جامعة الخرطوم. تدخل جامعة الخرطوم. حية من هنا يا الحية. وأول نور تاور. وأول سودانية تقدم نشرة أخبار باللغة الإنجليزية في الإذاعة القومية.
وأيضا أختنا عفاف تاور يعني معروفة للناس، هي أول قاضية امرأة قاضية من المنطقة برضو، برلمانية برضو فيه. أيوة برلمانية، و يعني هكذا هي في يعني. المؤتمر الوطني. هي في المؤتمر الوطني. نعم نعم عفاف نعم تاور. نعم ما أعرف هل لا زالت فيه ولا غادرته، لكن لحد سقوط النظام هي وده قاضية. وده السودان. أو ده السودان يعني. دي طبعا يعني لكن لا دكتور متصالح أنت مع نفسك، دكتور صديق تاور بعثي عربي اشتراكي نوباوي. نعم بعثي عربي نوباوي. نعم بعثي عربي نوباوي، لأنه بيفتكر البعث العربي هو الأكثر تقديرا لقيمة الثقافة في كل، بغض النظر عن المرجعية، ما يعني ما فيها إعلاء أو استعلاء. أنا بدي أقول برضو هنا ما أنت ما الوحيد يعني، هي صحيح. نعم. بالنسبة لنا كمراغبين ولكثير من الناس. نعم. المسألة قد تكون ما واقع عليهم قصة زول ما عربي. نعم. يكون في. نعم. حزب البعث، لكن قيادات في حزب البعث أنا بعرف كثير. نعم. جدا يعودوا لقبائل ما ذات أصول. نعم. عربية. نعم يعني والي النيل الأزرق الله يرحمه الشهيد عبد الرحمن نور الدايم من قبائل الأنقسنة، هو من الكوادر القيادية في حزب البعث. الأستاذ شمس الدين أحمد صالح مسؤول تنظيمات دارفور، هو من أبناء الفور، بعث عربي، بعث عربي من وقت طويل جدا. لأنه القضية دي في البعث، إذا أنت داري توحد أمة بحالة إلى أن يعني مرحلة ناس وجدي صالح. نعم أيوة وجدي صالح ده نوبي، أي نوبي وهكذا حلفان. بل العكس يعني نحن داخل الحزب، داخل الحزب ما بتكون عارف فلان قبيلته شنو جنسه شنو كذا اطلاقا، ده ما بكون موضوع ولا هو معيار، لانك انت يعني تاخذ وضعك اللي بتستحقه من خلال ادائك، من خلال يعني مواقفك وكذا. فانا اعتقد انه دي دكتور يعني على ذكر البعث. نعم. عندكم مشاركة. نعم. مقدرة في حكومة الفترة الاتغالية في نسخة السابقة. نعم. مشاركة كبعثيين. نعم. أنت كنت عضو مجلس سيادي بدرجة رئيس جمهورية. نعم. مجلس سيادي ده رئيس جمهورية. صحيح صحيح. وفق الوثيقة الدستورية. نعم. نفسها. وعندكم وزراء، عندكم كان وزير في حكم الاتحاد الدكتور يوسف آدم الضي. تمسك ثلاثة مناصب مع بعض. بحكم طبيعة مهامه كوزير. ثلاثة مناصب. يعني. وكان والي مكلف الأبيض. الأبيض. وزير بالحكم الاتحادي. ووالي ولاية الخرطوم. ولاية الخرطوم لما حصلت الأزمة حصل فراغ برضو. يعني كان والي لولايتين مع بعض. نعم. إضافة لل إضافة لأنه بعد الفترة الثانية من تشكيل الحكومة. كان عندكم كان مشاركة على مستوى التنفيذي. على المستوى التنفيذي ما في، في بعض الناس في وظائف عليا بس. في بعض الناس يعني كانوا بيحسبوا محمد ضياء مثلا. هذا من الوظائف العليا ده أقول لك. لكن محمد ضياء محمد ضياء اصلا هو موظف في لا انا في بس خلينا انا داير تصل لحاجه، داير اقول انه كان عندكم مشاركه، كان عندنا كلكم مشاركة. انا بالنسبه لي نعم اعرف انكم كلكم كنتوا اكفاء يعني أنا كويس، لكن داير اقول انه كان عندكم وجود مقدر. اخونا محمد ضياء الدين كان في شركه مواصلات الخرطوم ودي وظيفه كبيره جدا، اضافه لاعضاء مميزين جدا في لجنه التفكيك مع المواقف المختلفه حول اللجنه. لكن كان عندكم اثنين من القيادات الكبيره. نعم يعني وجود لما تحسب الحكومة كلها وتطلع البعثيين اللي فيها حتى القام أقل من 1%. واحد في المئة كيف وعندكم واحد ماسك ثلاثة مناصب؟ لا دي سابقة لا في تاريخ الحكم في لا العالم لا كله يمكن. لا هي دي لازم تتوضح. اتفضل. هو وزير الحكم الاتحادي. نعم. والي ولايتين في وقت واحد. والي ولايتين دي شنو؟ ما الوزير هو المسؤول من الولايات. ما وسك أي ولاية يعني بتكليف من رئيس الوزراء. كان والي على الخرطوم. كان والي على الخرطوم وفي نفس الوقت والي على النيل الابيض. نعم لكن ليش يعني رئيس الوزراء كلفه عندما حصلت ازمه في الولايتين وبقى في فراغ. يعني اذكر الوالي في النيل الابيض قدم استقالته وبقى ما في والي، فما ممكن تترك الولايه هكذا، فكلفه رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بحكم انه هو الوزير المسؤول من الولايات انه يسير اعباء الولايه الى ان
يجي من يحل يعني يتولى الأمر. نفس الشيء كان في الفريق أحمد عبدون برضو كان والي الخرطوم، وأقيل ليس أنا شخصيا ما كنت يعني سعيد بأنه أقيل. هو عنده حصل له خلاف مع المكون العسكري. حصل نعم. لا ما مع العسكري، مع المكون المدني. ولكن يعني أنا كنت أحترمه جدا وأعتبره من الناس اللي كانوا مخلصين، أعتقد بسوء تفاهم يعني والشحن ما 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 مبرر أبعد يعني. الوالي أنا بالنسبة لي كان كنت بعتبره خسارة يعني في ذلك الوقت. لكن عموما شغل موقعين برضو الوالي يعني لما أقيل الوالي بقى ما في والي في الخرطوم، جاء فكلف برضو الضي يعني الضي بحكم ومسؤوليته كوزير. دكتور الدفاع عنها صعب يعني، زول يكون والي على الخرطوم وفي نفس الوقت والي على النيل الأبيض من ناحية لا بتكلم حتى من ناحية متابعة لتصريف شؤون الولايتين يعني إضافة للوزارة، وزارة اتحادية مركزية كبيرة جدا مسؤولة من كل الولايات، فبتبقى المسألة أنا أعتقد فيها دي تحسب له لأنه هو تصدى لها كمسؤولية، ما ده الرئيس الوزراء هو رئيسه وكلفه له تتولى مسؤولية الوالي هنا، هو نفذ التكليف وهو يعني. نفذ التكليف وكان يعني بيبذل ال 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 التمثيل ده إذا كان 1% أو ما بيعفينا من المسؤولية. لا أنا ما بتكلم عن المسؤولية، داير أقول إنه تأثيركم كان بالغ جدا. نعم يعني إحنا كمراقبين نعم يبدو لنا أن هذه الحكومة دي حكومة البعث، وناس كثير كانوا بالتعيد السبب ده لشنو التأثير الكبير ده يعني؟ التأثير الكبير أولا الحكومة بذات الحكومة الأولى لما جت تشكيلة الحرية والتغيير كانت بتقدم ترشيحات كثير من المكونات الحرية والتغيير يعني قالوا إنه نحن ما حنشارك في الحكومة دي وبندي فرصة لأنه تكون تكنوقراط ومستقلين وكده. نحن في تقديرنا كحزب إنه المسألة دي يعني ده تقدير ما صحيح، إنك أنت يعني البلد في مرحلة حساسة جدا، تغيير كبير ومعقود عليه آمال كبيرة، ولكي تضمن إنه الفترة الانتقالية دي ذاتها تحقق أهدافها أو على الأقل تعبر وتنجح، فلا بد أن تقدم من تثق فيه. يعني أنت حتجيب شخص مستقل أو سميته تكنوقراط أو كذا، لكن يعني أنت ما عندك له اختبار، ما اختبرته، ما جربته، ما بتعرفه زي زولك اللي جبته. وبالتالي بالنسبة لنا نحن كانت القصة هي تصدي المسؤولية. للمسؤولية عشان الفترة ما 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 ما, ت... ما يعني ما تفشل أو كذا، ولذلك كنا بنشتغل بكل ما نستطيع من طاقة الغصوة من يعني ومعرفة زي إحساس زي كأنكم أكثر من الآخرين في الحكومة. بس لأنه نحن كنا أكثر حرصا يعني كنا حريصين وكنا حريصين إنه ما نتحرك برانا. يعني أنا على سبيل المثال إذا في أغلب الزيارات اللي يعني بتحركها للأقاليم، يعني أحيانا بتجيك زيارات بتفرض نفسها فرض، يعني مثلا سيول وفيضانات في الجزيرة في الشمالية في غيره، أو مشاكل قبلية في حلفة الجديدة في غرب كردفان في كذا. على الإطلاق على الرغم من أنه أنا بمشي بموقع السلطة، لكن كنت بكون حريص أنه يكون المشاركين من المكونات المختلفة لقوى الثورة اللي كانت بتمثل الحاضنة لله. وعلى كل ولاية لما يكون عندنا حاجات اتفقنا عليها قررنا كنا بنسمي لجنة هي اللي تتولى متابعة مادة. واللجنة دي ما كانت بيكون بعثيين. دكتور المشاركة دي في حكمنا كمراقبين جاءت على خلاف مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي. كيف؟ أنا بعرف أدبيات الحزب ده كويس جدا. طيب كيف؟ حزب أصلا قام يتصدر القضية القومية العربية. نعم. عنده موقف ثابت من دولة الكيان الإسرائيلي. صحيح. عنده موقف ثابت من سياسات البنك الدولي الاقتصادية. نعم. الإمبريالية العالمية الأمريكية. عنده موقف سياسي ثابت من التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية. نعم.
أو الدول القطرية من بين السودان. شاركت دكتور في حكومة مطبعة مع إسرائيل، شاركت في حكومة تطبق سياسات صندوق البنك الدولي، شاركت في حكومة استخدمت مبعوث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ده شكل من أشكال التدخل يعني. كنت موجودين وجزء من هذه الحكومة، والشيء ده بيختلف اختلاف كلي عن مبادئ وأدبيات ودعاوى حزب البعث العربي الاشتراكي على مر التاريخ. طيب أنا أفتكر ده سؤال يعني مهم حتى يعني يزال الالتباس، ما لابد من تسمية الأشياء بمسمياتها. أولا الحكومة هي حكومة فترة انتقالية، وهي حكومة قوة الثورة التي تصدت للانتقال في ذلك الوقت، وبالتالي هي ليست حكومة حزب البعث. ومشاركة حزب البعث ضمن وجوده يعني خلال منظومة الحرية والتغيير، وبالتالي القرارات اللي بتتخذ واللي بتقوم بها الحكومة ليست هي قرارات حزب البعث. هو حزب البعث هو واحد من هذه المنظومة وبيلعب دوره. حتى عندما تم توقيع الوثيقة الدستورية يعني اتقال بشكل معلن في بيان رسمي انه ما تم هو دون الطموح، ولكن هو خطوة لمواصلة النضال لتحقيق اهداف الثورة. طيب يعني انت زي ما تفضلت ببعض الملفات، الى الان انا اقول لا يوجد تطبيع رسمي مع الدوله الصهيونيه. لا يوجد تطبيع رسمي مع الدوله الصهيونيه، وانا ذكرت في عده مرات ان هناك افراد مطبعين مع الدوله الصهيونيه، ولكن كحكومه رسميا كل ما تم لا يسند اي اساس، لا قانوني لا دستوري لا مؤسسي لا كذا. وكنا من داخل وجودنا في السلطه، لو ما نحن كنا موجودين كان يعني كانت المساله يعني تجاوزت كثير، كانت يعني مشت لمرحله الزيارات المتبادله والى اخره. اولا زياره عبد الفتاح البرهان لعنتبي وملاقات نتنياهو ما تم يعني ما اخضعت لنقاش، ولا حتى رئيس الوزراء كان جزء من القرار، ولا المجلس السيادي جزء من القرار، ولا وزارة الخارجية السودانية وقتها الدكتورة أسمى كانت وزيرة الخارجية. كل هذه هؤلاء يعني بشخصياتهم الاعتبارية ما كانوا جزء من هذه الخطوة، وهي خطوة متفلتة لأنه هو أقدم على خطوة يعني فقط من تقديره هو دون أن تكون عنده صلاحيات، ولا المجلس السيادي يمنح الحق في أن يتخذ هذه الخطوة أن يسافر لمفرده. خلينا نقول انفرادية يعني لا متفلتة. أنا مصير المنبر الإعلامي نلتزم بالمصطلحات الإعلامية، لكن أنا أقول في النهاية يا دكتور يعني أنا حخليك تكمل. طيب. لكن أنا دار أقول إنه نحن ما بنتكلم عن 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 عضو عادي في الحكومة، نتكلم عن الرئيس. نعم. ده رئيس المجلس السيادي. نعم. ده القائد العام للقوات المسلحة. نعم. ده بحكم الموقع ده هو رئيس البلد. كويس. الإضافة إضافة إلى إنه في زيارات تمت ما بين السودان وإسرائيل على المستوى الأمني، نحن نعلم في زيارات تمت وإنتوا جزء من السلطة. أنا داير أقول إنه رفضك للشيء مفترض يقابله موقف كان على الأقل في الحد المعقول إنكم تمشوا تقدم استقالاتكم، دي حكومة رئيسها قابل نتنياهو، دي حكومة تستقبل زوار من إسرائيل، دي حكومة أعضاء طيب في قواتنا النظامية بتمشي. نعم. لتل أبيب. نعم. نحن ما بنقعد فيها. طيب. ده كان الموقف اللي بيلتزم مع شرف البعث. نعم. نعم. طيب ما أنا عشان أخلص لك الإجابة. طيب أولا هو ليس رئيس البلد، هو رئيس البرهان. ما رئيس البلد. طيب فضل. بنص الوثيقة الدستورية رئيس المجلس
السيادي هو وظيفته يدير الاجتماعات، يتابع ما يخرج عن الاجتماعات، يمثل في بعض الأشياء اللي يكلف بها. وواجهناه أنا شخصيا داخل الاجتماع مرة، قلت له تعودوا زينا، قلت له الوثيقة الدستورية لا تمنحك أي صفة استثنائية، لأن الوثيقة بتقول المجلس مجتمعا هو رأس البلد، هو رأس البلد، يبقى جميع الأعضاء. وهو إذا سارت الأمور بالشكل الطبيعي اللي هو نفسه أدى القسم عليه، يفترض أن يحصل يعني روتيشن، انتقال للمدنيين، هو يرجع عضو ويجي أي شخص مدني آخر في مكانه. والشخص المدني اللي بيجي ما عنده سلطات استثنائية، إنما ما يصدر عن المجلس مجتمعا كرئيس المجلس يعني هو. فهو في ذا في سوء استخدام للموقع الرسمي في من السيد البرهان، من السيد البرهان في ذلك الوقت، لأنه ما يعني ما من صلاحياته ولا من حقه، وما تم ما تضيع. طيب، وبالتالي ده تقديره هو، يعني خطوة اتخذها هو، طولب بأنه يعتذر، رفض الاعتذار. ده واحد من الملفات اللي خلقت أزمة كبيرة جدا للفترة الانتقالية. ولكن احنا ظلينا متمسكين بأنه كل ما يتم أي يعني مسؤول تحرك تصرف، هذه الخطوات لا تعبر عن الحكومة، ويسأل عنها الشخص الذي يتخذها. وبالتالي يجب، وما كافية كمبرر لانسحاب البحث كان من الحكومة، ما كافية كمبرر، لأن الحكومة ما تبنت. يعني لو كانت الحكومة مثلا المجلس التشريعي يتشكل، المجلس الوزراء اتخذ الخطوة بناء على يعني تمت بالآليات المؤسسية مفهوم. وبالنسبة للسياسات الاقتصادية دكتور شهر الزمن، بالنسبة للجانب السياسات الاقتصادية، خلينا نقول انه الأزمة حصلت في الحكومة الانتقالية في الفترة الأولى بالذات، عندما تحول رئيس الوزراء اللي جابته الحرية والتغيير لمركز قائم بذاته موازي للسلطة السيادية وموازي للسلطة السياسية يعني وللحرية والتغيير نفسها اللي جابته، واللي مفترض انه هو ظاهرة بتاعت مكتب حمدوك. ايوه، ظاهرة بتاعت مكتب حمدوك. طيب، حمدوك كان عنده برنامجه الاقتصادي الخاص به، والحرية والتغيير كان عندها برنامجها الاقتصادي اللي عمل من خلال المؤتمر الاقتصادي العقد في قاعة الصداقة، واللي خاطبه دكتور عبد الله حمدوك والتزم بانه يعني ووعد بانه حيلتزم في النهاية. اللي مشى برنامج حمدوك وقتها، مشى برنامج حمدوك، واستمرته في الحكومة. نحن ما هي يسأل منها حمدوك، نحن ظلينا متمسكين، استمرينا وبنعترض على السياسات الماشية وبنرفضها. يعني البرهان اتخذ خطوة، انتوا استمريتوا معه مع الاعتراض. حمدوك اتخذ خطوات في الاقتصاد، استمريتوا معه مع الاعتراض. نحن دي كلها ما مبررات انه البعثيين ينسحبوا، على الاقل خلينا نقول البعثيين يعني. ما هي انت في هذه الحالة، نحن بنتكلم عن موقف يعني اي عضو مؤسسة. في الحكومة، اي عضو في الحكومة ممكن يتخذ قرار او موقف انت بتقولوا ده ما بمثل الحكومه، لكن احنا بنستمرين في ما هو الموقف غير مؤسسي، غير مؤسسي يعني الموقف حتى ده حتى لو كان عمله رئيس المجلس السيادي او رئيس الوزراء ولا اي طيب وزير. طيب، عشان نقفل المحور ده، استخدام فولكر برضو من الحياه اللي تبدو انها ما بتنسجم مع مبادئ وأدبيات البحث، واستمريته برضو. نعم، استخدام فولكر. نعم. طيب، فولكر جاء بأجندة محدده، دعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بما عنده أي مهام أكثر من كده. وهذه المهام اللي بيقوم بها بناء على طلب حكومة السودان، يعني ما عنده الحق يقدم على أي خطوة دون أن تطلبها منه حكومة السودان. وبالتالي ما كان يعني ما شيك على بياض، يعني هو جاي بمهام تساعد في مثلا عملية الترتيبات الأمنية، تمويل عملية السلام لكذا. لمهمة فولكر الجارية شنو دكتور؟ عشان نقفل الملف ده. طيب، هي الحد قبل الانقلاب 25 أكتوبر، قبل 25 أكتوبر
المهمة مختلفة عن ما بعد 25 أكتوبر. قبل انقلاب 25 أكتوبر الوظيفة بتاعة البعثة الأممية تساعد في عمليات نزع السلاح، في عمليات دمج القوات، في عمليات الإصلاح المؤسسي، يعني بالتمويل، بالمساهمة، بالخبرات، بكذا، دون أن تفرض أي شغل. الآن حصل تمدد. طيب بعد الانقلاب 25 أكتوبر، انقلاب 25 أكتوبر، الانقلاب نفسه أدى ذرائع لفولكر إنه يتحول إلى يعني جهة تفرض الشروط، لأنه الانقلاب عرقل عملية التحول الديمقراطي التي كانت تسير بشكل سلس وبشكل متوافق عليه. نعم نعم، الدور بتاع فولكر الآن اختلف، الدور اختلف، رأينا فيه وبالتالي اختلف، رأينا فيه اختلف، وبنفتكر انه ما حيساعد الانقلاب، لانه بالتدريج ممكن ان يتحول الى ما يشبه الحاكم العام للسودان. ده فولكر. نعم، اذا استمر بهذا. دكتور، خلينا نطلع فاصل ثم نواصل. مرحب بكم سادتي المشاهدين مجددا في هذا الحوار المتواصل مع الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادي الانتقالي السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي. دكتور، مرحبا بك مجددا على شاشة قناة البلد الفضائية. مرحب، كتر خيرك دكتور. ننتقل للمحور الثاني، وانت كثير ما رددت الانقلاب، وكنت تتحدث عن او تشير لخمس اجراءات 25 اكتوبر اللي فيه تعريفكم وفيه تصنيفكم كقوة سياسية، كقوة حرية وتغيير، وحزب البعث العربي انه هي اجراءات بتاعت انقلاب، او هو انقلاب زي ما تفضلت. انا حقيقة داير اقول اذا افترضنا انها انقلاب حسب التوصيف، الغريب شنو على الباحثين من الانقلابات؟ ما انتوا حزب انقلابي، يعني انتوا انقلبتوا في العراق، وصلتوا للسلطة عبر انقلاب، يعني وصلتوا للسلطة في سوريا عبر انقلاب، ودي انقلابات استمرت سنوات طويلة، تقريبا في موريتانيا برضو كان عندكم محاولة، السودان، محاولة رمضان الشهيرة محسوبة على حزب البعث العربي الاشتراك. يعني انا داري اقول شنو يعني اللي بيخلي يكون عندكم موقف من الانقلاب إذا كان هو انقلاب، وإنتوا حزب أصلاً قائم على الانقلابات العسكرية؟ طبعاً يعني هذه النتيجة هي بالضرورة غير صحيحة، والحيثيات المتأسسة عليها إنه حزب انقلابي لأنه في سوريا قام انقلاب، في العراق انقلاب، في كذا، هذه يعني يعني المحطات دي نفسها فيها تفاصيل كثيرة بتنفي الصفة الانقلابية، إضافة إلى أنه لا ينبغي أن نأخذ الحالة بمعزل عن الظروف التاريخية السياسية المرتبطة بها. ويعني على الأقل إذا يعني قلنا مثلا ثورة 17-30 تموز في العراق هي لم تكن انقلاب، لأنه كانت ثورة شعبية، يعني حزب البعث كان هو في مقدمة القوة القائدة للعراق، وكان الحزب الرئيسي القائد في ذلك الوقت، وحصل انحياز من مؤسسة الجيش لصالح الشعب، وحزب البعث لا يؤمن بالانقلابات العسكرية. بالنسبة لحركة رمضان هي حركة، أنا ما زالت تشير برضو لسوريا، يعني ناس صدام ما انقلاب. نعم، انحياز من الجيش لل طيب في سوريا جيش. في سوريا حزب البعث وصل السلطة عن طريق انتخابات برلمانية، وكان فيها صلاح الدين البيطار، وكان فيها حصل انقلاب بعد ذلك. الانقلاب قادته مجموعة عسكرية، يعني جناح عسكري انقلب على سلطة الحزب نفسه، وكل قيادة الشغاف في البعث، يعني دول الشباطين، مجموعة الشباطية، فبالتالي هي اللي أقدمت على هذا الانقلاب، وتنكلت بالكوادر وبالقيادات، وكل القيادة القومية اللي هي المرجعية الرئيسية المركزية في حزب البعث
هي القيادة القومية نكلت بها وأصبحت هي ملاحقة وانتقلت إلى بيروت و إلى يعني حتى منظر البعث ظل موجود في سوريا لسنوات طويلة مع حافظ الأسد. يعني أتكلم عن ميشيل عفلق. منو منظر؟ ما ميشيل عفلق كان ملاحق وكان محكوم عليه بالإعدام وانتقل إلى بيروت والقيادة القومية كلها انتقلت إلى بيروت. وبعد يعني انتصار الثورة في العراق انتقلت القيادة القومية للعراق. من بيروت للعراق لإسناد الثورة وضمان بالنسبة لرمضان في السودان. طيب رمضان في السودان أو انقلاب رمضان في السودان نعم أو حركة الخلاص الوطني. حركة الخلاص الوطني هي مجموعة من الضباط الوطنيين. يعني لما نقول الحركة دي حركة بعثية بنكون ظلمنا أغلبية أعضاء هذا التنظيم. هو تنظيم وطني لا يخلو من بعض البعثيين فيه، وبرنامجه لم يكن برنامج انقلاب، هو كان برنامج لإنهاء انقلاب غادو تنظيم الجبهة القومية الإسلامية في ذلك الوقت. وكان أهم شعار أو هدف عنده هو استعادة الديمقراطية، لأنه الانقلاب قام على على الحكومة الديمقراطية، وكان يفترض أنه تكون في انتخابات بعد عدة أشهر. جاء انقلاب الجبهة القومية الإسلامية عمل هذا الانقلاب، فبالتالي هي يعني حركة من ضباط وطنيين غير راغبين في أن يستمروا في السلطة، وإنما كانوا حريصين على أن تلعب المؤسسة العسكرية دورها بعد استعادة الوضع الديمقراطي الطبيعي اللي ارتضاه الشعب في أبريل 85. وبالتالي لا يمكن أن نعتبرها انقلاب عسكري. يعني 28 رمضان ما انقلاب عسكري ما بنعتبرها انقلاب عسكري بالمفهوم بتاع الانقلاب اللي بس أنا عندي شاهد دكتور هنا إنه قبل الحركة دي وقبل الجبهة الإسلامية حركة الجبهة الإسلامية القومية المسمى بالإنقاذ بعد ذاك إنه البعثيين كان عندهم تحرك للسيطرة على السلطة، كان في مسابقة بين الإسلاميين خلينا نقول لك والبعثيين على السلطة. أي هي دي يعني على شاكلة عنوان البرنامج التسريبات. يعني نفس المجموعات اللي كانت يعني تنوي أن تقوم بالانقلاب هي كانت بتسرب هذا النوع من الفقاعات لكي تبرر وتهيئ الأجواء لقبول انقلاب. ولكن حزب البعث كان حريص على الديمقراطية، وبالنسبة له يمكن يعني في ندوة شهيرة جدا للأستاذ المرحوم بدر الدين مدثر وفي ميدان المولد في يعني 86 و87، وأفرد فيها مساحة واسعة جدا لأهمية الديمقراطية لبلد زي السودان ولمستقبل السودان ولمستقبل الحركة السياسية اللي على رأسها البعثيين. لأنه الديمقراطية في فكر البعث أو في مفهومنا نحن كبعثيين هي المناخ الوحيد اللي بيتيح للأفكار اللي نحن بنؤمن بها إنها تلقى مساحة عبر الحوار الموضوعي، عبر الندوات، عبر النقاشات، عبر الأنشطة في مناخ من الحريات وما إلى ذلك. وبالتالي إذا أنت عايز تكون موجود ما بتكون يعني ما بالضروره انك انت تحصد نتاج الممارسه الديمقراطيه اليوم، ولكن تدريجيا يعني بتتمدد بتكتسب على حساب القوه اللي هي بتنطلق من يعني ولاءات الطائفه القبيله العصبيه الجهويه. دكتور اذا افترضنا انه ده إيمان حزب البعث بالديمقراطية، هل بيخليكم تشتغلوا جوا الجيش شنو؟ لكم تنظيمات داخل الجيش، عندكم كوادر داخل الجيش. أنت ذكرت إنه بعض منسوبي حركة الخلاص زي ما تفضلت بتسميتها هم بعثيين،
تصريح شهير جدا للأستاذ محمد ضياء الدين في برنامج تكر مع زميلنا ضياء الدين بلال، أنهم فعلا شغالين جوا الجيش كباحثين، كنتوا شغالين جوا الجيش. إذا كنتوا ناس دعاة ديمقراطية بخليكم تشتغلوا في مؤسسة عسكرية. أنا يعني التصريح بتاع الأستاذ محمد ضياء الدين ما مستحضره، لكن ما أعتقد أنه هو يعني ذكر بهذه الكيفية. أما بالنسبة لحركة الخلاص الوطني في ذلك الوقت، يعني هي مش البعثيين بيشتغلوا داخل الجيش ولا كذا عندهم جناح عسكري أو كذا، يعني ده هو ما حاصل. ما عندكم؟ أي ما عندنا وجود في المؤسسة العسكرية. ما عندنا وجود في المؤسسة في أي مرحلة العسكرية. من المراحل؟ أنا ما عندي يعني خلفية عن مراحل سابقة ما قبل الإنقاذ، لكن الآن أقول لك بكل ثقة بكل وضوح ما عندنا عمل داخل الجيش ولا القوات النظامية، باعتبار أننا بنؤمن بأنه هذه المؤسسات ينبغي أن تكون. بس الحركة قلت أن فيها ضباط بعثيين، أنت ذكرت المعلومة ديك، ربما تكون مربوطة بمرحلة سابقة تاريخية سابقة، يعني بتلقى ده عنده ميولات، يعني بتلقى ده عنده ميولات بعثية، ده عنده ميولات يسارية شوعية، ده عنده ميولات اتحادية. كل التحركات العسكرية بتجي بذات المبررات أن احنا نرتب البلد ونعمل انتخابات، نرتب الأوضاع ونمشي لفترة ديمقراطية. حتى الإسلاميين لما جو بذات الدعاوى، يعني دائما التحركات العسكرية بتجي، ما بيقول لك ده نحن نستلم السلطة عشان مثلا نستمر فيها، لكن أنت المبرر السكت لحركة رمضان هو مدام أي انقلاب يجي بمبرر ده. يعني لا طبعا، ما يعني ما نفس المسطره بتقيس بها. الاسلاميين لما جو ما جو عشان دارين يرتبوا الاوضاع وينقوا بالله، جو عشان يعني دعاويون على الاقل، يعني الشيء طارحينه هم جو بال الحضاري، شنو المشروع الحضاري، المشروع الحضاري، وانه يعني البلد محتاجه لاعاده صياغه من اول وجديد، بحيث انه يعني تدخل الإسلام البلد ويجيها الدين، لأنه الموجود ده ما له علاقة بالواقع ولا بالدين صحيح الدين أو إلى ذلك، وبالتالي هم يعني هم الدين وكده. إذا 28 رمضان ما حركة بعثية، ما حركة بعثية، حركة بعثية، ما انقلاب عسكري، إنما هي حركة وحسب البيان بتاعها وحسب البرنامج بتاعها المنشور، إنما هي حركة تصحيحية تريد. شنو سر اهتمام البعث بالحركة تحديدا؟ يعني أنا بذكر أيامنا في الجامعات الهتاف الطلاب الشهيرة، يعني حنجيب التار بالدم، في انفعال كبير جدا من البعثين بالحركة دي، وفي مذكرات ومراجعات بعض البعثين من خلال المتابعة، في بعض البعثين يحمل الأستاذ علي الريح السنهوري فشل التحرك دي، فيما يشير يا دكتور أنه هذه الحركة تابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي بكثير من يعني الدلائل. تم تصويرها، أنا أفتكر ده التصوير مضلل وفي كثير من الأحيان ليس بريء، يعني في يعني بحثي عن تجريم حزب البعث بأي شكل، ومحاولة تصويره لأنه حزب بتاع انقلابات، حزب بتاع يعني الدماء، حزب بتاع تصفيات، والكلام ده كثير يعني في الوسائل المضادة وفي أدبيات الإعلام المضاد والحركات المضادة لحزب البعث. أنا في كثير من الأحيان يعني المكونات السياسية مختلفة ما بعثية، دائما يعني بقول نحن محتاجين نتحاور بشكل ثنائي مع الحزب الفلاني، مع الإعلاني، حركة شعبية، أي تكوين سياسي بغض النظر عن غيره، مش عشان نبقيكم بعثيين ولا عشان نحن نخلي حزب البعث يعني يغادر حاجاته وينتمي لكم، ولكن عشان تعرفونا من مصدرنا الحقيقي ونعرفكم من مصدركم الحقيقي، بعيدا عن يعني تقرأ لك كتاب عن حزب البعث لا يخلو عن مستهدفات الشخص الجهة الكاتبة، وبالتالي تريد أن تدي تصورات وإلى آخره.
عن الحزب من باب تشويهه. وأكثر ما يعني أذى حزب البعث في مسيرته هو الإعلام المضاد اللي بيشوه فكرة البعث، وناس يصفوها بأنه حزب إلحادي، حزب لا ديني، حزب عنصري، حزب دموي. وده كله من يعني لا تسند ولا واقعة واحدة، ولا حتى التجارب الخارجية سواء في العراق ولا حتى التجارب الخارجية كلها تحمل غير ما يعني ما له علاقة بالحقيقة والواقع. ونشوفنا تجارب العراق، تجربة العراق الكبيرة يعني أسقطت باحتلال عسكري، وكانت بحيثيات مبنية على انتهاكات حقوق الإنسان. إذا ما ليكون وجود في المؤسسة العسكرية، في اتهام أنه ليكون وجود موازي، اشتغلت عملت ميليشيات، في كلام أنا عن ميليشيا باسم حنين يا دكتور أو حنين. هي حنين دي واحدة من الفصائل العمل حسن البنا في مصر، قوات حنين وكذا، وكتائب الجوالة، وزي ما تعرف يعني عن تاريخ حركة الأخوان المسلمين في مصر. فنحن للأسف فترة 30 سنة يعني استفرد الحركة الإسلامية، استفردت بالبلد، بالعمل السياسي، بالإعلام، بإدارة النشاط السياسي، بالتحكم في كل شيء. للأسف الأداء يعني ما كان يعني أداء يعني يرتقي لمستوى المسؤولية. بمعنى يعني جهاز الأمن أو الأجهزة الأمنية كلها بتاعة الأخوان اللي هو يعني أخذ صفة الكيزان، يعني شماعة تشوفه في الجامعات، تشوفه في الأحياء، في المنابر السياسية. الممارسة هي ممارسة إجرامية أكثر منها ممارسة من قيادة دولة، يعني مؤسسة سياسية فكرية ذات مشروع تدير دولة بالتأكيد وفقا لمنطلقاتها، يفترض أن تقدم النموذج الذي ينسجم مع مبادئ بتاع المسؤول. ولكن يعني اختلاق الأكاذيب، تشويه الآخر، اغتيال الشخص حتى في بعضهم، وبالتالي ده المناخ ده والممارسة دي على مدى 30 سنة أوجدت ظاهرة يعني الإعلام المضلل. يعني يطلع شخص دون ذكر الأسماء في يعني قناة زي قناة العربية مشاهدة، ويقول نحن الشهيد الفلاني قتلته كتائب حنين التي يديرها وجد صالح البعثي. أنا أعتقد أنه هذا حديث يعني مسؤول، ما غير مسؤول. وهذا انحطاط بالممارسة السياسية نفسها، لأنه نحن كلنا من مصلحة البلد ومستقبل البلد ومستقبل الديمقراطية أن تكون عندنا حركة سياسية ناضجة. دكتور خلصنا إلى أنه 25 أكتوبر في تعريفكم انقلاب عسكري، 25 أكتوبر انقلاب على سلطة مدنية ديمقراطية شرعية. ديمقراطية الانتخاب منها دكتور؟ ديمقراطية بمعنى دائما نتكلم عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي، واللي قال أنكم جيتوا بديمقراطية منه؟ نحن ما جينا ب ما جينا بانتخابات. طيب كيف تكون ديمقراطية؟ ولكن جينا بإرادة غالبية الشعب السوداني اللي قبل إسقاط النظام، لما كانت في منصة اسمها المظلة اسمها قوة إعلان الحرية والتغيير، كانت بتدعو لموكب يوم 19 ملايين السودانيين بيكونوا في الشارع، عندما تدعو لاعتصام في القيادة العامة ملايين السودانيين. فإذا يعني الثورات دائما ما بالضرورة آلية الانتخابات. الانتخابات أنا لا أنتقص منها، هي آلية من آليات الفعل الديمقراطي للاختيار وكذا، وقد تأتي بمن هو مفيد وقد تأتي بمن هو غير مفيد. ولكن الديمقراطية بتعتمد على إرادة الغالبية اللي ارتضوها الناس. و لذلك يعني النظام اللي كان موجود وممارسته نفسها اللي كانت موجودة كانت بتأسس، لأنه يحصل ما هو سموه انتقال. دكتور اللي بيخلي 25 أكتوبر انقلاب
و11 ابريل ما انقلاب شنو، ما بعد 13 ابريل استلام السيد البرهان للسلطه ما انقلاب شنو؟ ما قبل 11 ابريل هي انتفاضة الشعب السوداني. لا احد يستطيع ان يعني يشكك في ذلك باي درجة. 11 ابريل كان في انحياز، انت قلت قبل الحصل في العراق كان انحياز من المؤسسة العسكرية لثورة شعبية. نحن بنعرف انه برضو الحصل في 11 ابريل بالتعريف ده انحياز، لكن اللي بيخلي شنو انه الحياة دي عندكم انت مختلفة شنو يعني؟ انا اللي بخليها مختلفة كالاتي. يعني قبل 11 ابريل خلينا نقول من ديسمبر 2018 لحد 11 ابريل كانت انتفاضه شعبيه واسعه ضد النظام اللي كان سائد موجود. طيب. واصبح النظام عاجز عن الاستمرار وساقط ساقط باراده الشعب السوداني اللي يعني ملأ الشوارع في القرى في الميادين في الفيافي في كل المحال بالاضرابات بالمظاهرات الى اخره. يعني هذه يعني ما فيها مجادله. 11 ابريل يعني وجد المؤسسه العسكريه القيادات العسكريه وجدت نفسها امام ضغط شعبي عارم عنده مطلب محدد وواضح، سلطه مدنيه على انقاض السلطه المدنيه ديمقراطيه على انقاض النظام اللي تهاوى وسقط لضرب. الحصل يعني مع مراعاة للزمن انه ما كان في حاجة في المؤسسة دي اسمها المجلس العسكري الانتقالي. هذه المجموعة شكلت ما عرف بالمجلس العسكري الانتقالي، وهذا المجلس العسكري الانتقالي ألقى القبض على رموز النظام البائي، وبقى هو اللي على رأس المؤسسة العسكرية. كان ممكن يكون انحياز لو فعلا هو توافق على أجندة الجماهير الواسعة اللي يعني موضوعة على إعلان القوة إعلان الحرية والتغيير، ولكن لا. هذه المجموعة أول ما فعلته إنه هي بدأت تتنازع مع القوة المدنية القادة الشارع إلى أن أسقط النظام. دكتور، على ذكر المنازعة، في موقف بيشهد على نفسه بأنه من ذهبوا إلى القيادة العامة ذهبوا ليفوضوا القوات المسلحة، ده بلسان قيادات القوات المسلحة وقتها يعني، وإلى الآن يعني بأنه الناس جونا في القيادة عشان ما يفوضوا الجيش، وأنه الجيش هو القيم على الفترة دي يعني، وأنه الأحزاب وده وثقتوه أنتوا في الوثيقة الدستورية ما عندها دور في الفترة الانتقالية، مفترض تكون فترة خالصة للكفاءات. فده بخلينا نستفهم في التعريفات المختلفة للتواريخ دي، 11 أبريل انحياز، ما بعدها ما انحياز، 25 أكتوبر انقلاب، يعني كأنكم بتسموا الحياة دي وفق هواكم الحزبي يعني. أنا أعتقد أنه 11 أبريل ما كان موجود ما يعرف به المجلس العسكري الانتقالي، وتشكل هذا المجلس العسكري الانتقالي بإرادة الشعب السوداني اللي كان مستظل بأكثر من 90% منه لإرادة القيادة الميدانية الفعلية السياسية في ذلك الوقت اللي هي قوة إعلان الحرية والتغيير، وأقدمت على خطوة يعني إسقاط النظام بما إلقاء القبض على رموز النظام السابق إلى آخره. ولكن واضح أنه نية الانحياز لم تكن متوفرة. الكام متوفر هو نية الاستمرار في السلطة، وبالتالي التفسير بتاع أنه يعني الشعب جاء عشان يفوض القوات المسلحة بأنها تحكم البلد، هذا الكلام غير صحيح. هذا التفسير لما يخدم أغراض المجلس العسكري الانتقالي اللي اصلا هو ما موجود، لا موجود في الدستور، لا موجود في قانون القوات المسلحه، ولا كان موجود كواقع. ما حصل لم يكن انحياز. الدليل على ذلك انه هذه المجموعه، مجموعه المجلس العسكري الانتقالي، كانت اول ما بدت تنازع قوى اعلان الحريه والتغيير في انها
ليس لها تفويض، لا تمثل الشعب السوداني، ما جاءت بانتخابات، وبالتالي وأصبحت حتى يعني شهدنا في أرض المعارض يعني استخدام بعض الإدارات الأهلية من فلول النظام البائد عشان ما يعني تبارك للمجلس العسكري الانتقالي أن يستمر، وظل يعني هذا المجلس العسكري أو هذه المجموعة متعنتة في أنها كانت حريصة على أنها تستفرد بالسلطة، وكأنما يعني الشعب ده أصغر انقلاب. هنا في اتهام بأنكم أنتم أديتوا المشروعية بمشاركتها هذه المجموعة العسكرية. والله ممكن يكون ده خطأ. أنا يعني أنا مشاركة يعني العسكر كانت خطأ. أنا أعتقد أنه يعني ده تقديري الشخصي. مشاركة العسكر خاصة بتلك النسبة ودون يعني وجود ما يضمن انهم حيوفوا بالالتزام، يعني نحن لو شفنا الوثيقة الدستورية كبنود وكمضامين معبرة عن مطلوبات الفترة الانتقالية وعن تطلعات الشعب السوداني في وضع جديد مختلف عن الوضع السابق إلى ذلك مما يعني يدرك الناس جميعا، ولكن يعني المجموعة المكونة العسكري ظلت الوثيقة ألغت المجلس العسكري الانتقالي، ولكن ظلوا مستفردين بالهيمنة على المؤسسة النظامية بجميعها، ولم تكن يعني الدولة ككل يعني مجلس السيادة هو يعني المشرف بشكل مباشر على لا، وإنما المجموعة العسكرية هي اللي حافظت على إنها هي تهيمن على هذه المؤسسة بمعزل عن، فأصبح كأنما يعني هناك وجود موازنة. أكتوبر انقلاب بغية البرهان. نعم. ده انقلاب بالنسبة لكم موقفكم فيه معروف. واضح. نعم. و 28 رمضان حركة تصحيح وحركة وطنية أو حركة خلاص. أنا بس شاهدي هنا إن البرهان كان موجود في الحركتين. يعني البرهان كان عنده دور في حركة 28 رمضان، هو وصفه بأنه دور بسيط، لكن أنا في تقديري ما دور بسيط، لأنه كان ضمن مجموعة قليلة جدا مكلفة بإلقاء القبض على رئيس النظام السابق. يعني هو كان في مجموعة حلقة صغيرونة كده افترض يمشي يقبضوا على البشير انقلاب 28 رمضان، يعني بتسموه وتحتفوا به بأنه انقلاب، واللي موسوم زي ما قلت لك بأنه انقلاب باعثين، يعني كأنما البرهان كان بيقود عمل لصالح الباحثين في القوات المسلحة وقتها يعني. لكن ذات البرهان لما نجي في 25 أكتوبر ويعمل إجراءات بيكون عندكم ده انقلاب، وانقلاب ضد التحول الديمقراطي، وانقلاب لصالح الفلول، والبرهان طيب موجود في المشهدين. طيب يعني. طيب عشان يعني عشان نفض الالتباس ده، أنا أولا يعني ما عندي ثقة في الرواية بتاعت البرهان وإنه كان جزء من هذه مسألة تعود له، ولكن أنا شخصيا بالممارسة والتجربة لا ما عندي ثقة. خلال معلوماتك ما يعني أنا ما عندي معلومات يعني. الشهادة جات من غيره يعني. لكن إذا في غيره شهد له وقالت يعني دي مسألة المهم أنا لا يعني لا أصدقها، ويعني لا أعتقد إنه ما بتعتقد إنه السيد البرهان كان جزء من 28 رمضان. ما اعتقد. معقول دكتور ما يكون عندك معلومه يعني انت قيادي في حزب البعث يعني؟ ما عندي معلومه بالعوده، ما عندي علاقه يعني. ما عندي علاقه. لا بتعرف يعني كمعلومه معروف يعني انه الرجل كان عنده دور يعني في يعني التغيير يعني ده يعني او الحركه دي او الانقلاب ده هي الحركه اللي والشهاده جات من غيره. انا بفتكر انه سمعت باللواء سعيد الكسباوي يعني شهادته الكبيره انه البرهان كان من المكلفين بالقبض على البشير يعني. انا شخصيا ما عندي اطلاع بال لكن ما بتصدقها كرواية. لكن يعني حتى لو صدقتها يعني ما هي مسألة قبل 30 سنة يعني الواقع قبل يعني اليوم يعني برهان رمضان ما برهان الآن. رمضان ما برهان ما برهان بس. لكن خلينا نقول إنه ليه هناك ما انقلاب وهنا انقلاب. نعم تفضل. هناك لأنه ديك حركة قامت ضد
انقلاب اللي هو ضد انقلاب الإنقاذ، وقامت بجند واضح إنها تريد أن يعني تعيد الديمقراطية للبلاد وتنأى بالجيش من العمل السياسي. بينما هنا نحن عندنا سلطة مدنية وانتقال مدني يعني ديمقراطي، الناس شغالين عليه، وجاء هذا الانقلاب، انقلاب البرهان جاء عشان يعرقل هذا العمل الكبير اللي يعني ضحوا السودانيين عشانه بكلفة كبيرة. فالاثنين حالتين عكس بعض، لذلك هناك حركة تصحيحية وهنا انقلاب، وهنا انقلاب بكل تفاصيل الانقلاب. هناك برهان وهنا برهان. هناك استخدم يعني هنا استخدم السلطة ووضعه على رأس المؤسسة، وقام ب يعني حل الحكومة، اعتقال كل الحكومة المدنية، واستهدف القيادات المدنية وزج بها في السجون وإلى آخره. قبل 25 قبل 25 أكتوبر وحتى بعدها بقليل، نعم، برضو كان في أحاديث كثيرة عن إنه في تحرك حيقوموا به الباعثين، في انقلاب حيقوموا به الباعثين خططوا لانقلاب. يعني مصدر كل هذه الإشاعات هي الإعلام المرتبط بأجهزة النظام الباعث، يعني اللي بيقول لك كتائب حنين، واللي بيقول لك ميليشيات حزب البعث، واللي بيقول لك حزب البعث عنده عمل في الجيش، وحزب البعث داري يعمل انقلاب. كل هذه الإشاعات مصدرها الدوائر الأمنية، ما يسمى يعني في الأدب بتاع الثورة بالجداد الإلكتروني. جداد إلكتروني. ويعني ده متخصص في الفبركات لتشويه الآخرين، خاصة عندما يعني يبدو حزب البعث بيطلع بدور وطني لاقي قبول واحترام من قطاعات واسعة من الشعب وكذا. هذه يعني تزعج بالذات فلول النظام البائد اللي ما اتعظ من تجربة 30 سنة وما حصل بعد 30 سنة، اللي يفترض أن تجعلهم على الأقل ينقوا قليلا ويقوموا بمراجعات ويحاولوا يحسنوا السلوك، عسى ولعل بعد الفترة الانتقالية ربما الشعب السوداني يعني يعطيهم فرصة أو كذا. لكن لم يعني يغادروا هذه المدرسة، لأنه يعني يبدو أنه من شب على شيء شاب عليه ينطبق على هذه المنظومة. دكتور، إذا سلمنا بأنه 25 أكتوبر هي انقلاب، جاء الاتفاق الإطاري، أيوة، عشان ما ينهي الانقلاب ده. نعم. اتفاق وقعت له قوى سياسية هي قوى معتبرة في قوى الحرية والتغيير. نصوص هذا الاتفاق بتتكلم بوضوح عن خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي. المفارقة انه حزب البعث العربي اللي اخذ موقف من 25 اكتوبر اخذ برضه موقف من الاتفاق، من الاتفاق الاطاري، يعني اللي جاء عشان ينهي الانقلاب يعني. نعم. والموقف حزب البعث من الاتفاق الاطاري هو نفس موقفه من اتفاق حمدوك البرهان 21 نوفمبر، انه هذا الاتفاق وهو امتداد للموقف من الانقلاب نفسه. وده اللي هو مش موقف حزب البعث لوحده، انما موقف كل القوى الوطنيه الرافضه لمساله الدكتاتوريه العسكريه، حتى من خارج الحريه والتغيير، يعني حتى من بعض المحسوبين على النظام البائد زي المؤتمر الشعبي اللي اعلن رفضه للانقلاب، مش كده؟ نعم. يعني اصبح المزاج العام السوداني رافض لأي سلطة عسكرية في الدولة بالممارسة وبالتجربة بالنتائج. في يعني الاتفاق داخل كل منظومة قوى الثورة، ولو إنها ما متوحدة، ولكن كل من منصته، سواء حرية وتغيير، لجان المقاومة، أسر الشهداء، تجمعات المفصولين، أحزاب سياسية خارج الحرية وتغيير، حركات مسلحة زي الحلو وعبد الواحد وكل المجموعات الرافضة دي، كلهم متفقين ومجمعين على أنه لا يمكن استعدال هذا الوضع إلا بإسقاط الانقلاب واستئناف مسيرة التحول الديمقراطي، والاتفاق على فترة بأجال محددة بأهداف محددة تنتهي بانتخابات نزيهة مجمع عليها وإلى آخره.
نحن من داخل الحرية والتغيير ظلينا نعمل مع رفقائنا داخل الحرية والتغيير بشكل مستمر للتحقيق إنجاز هذا الهدف. وزي ما كان الانقلاب البرهان على وشك الانهيار وجاء اتفاق حمدوك رمالي وطوق النجا، أيضا بعد سنة من ذلك التوقيت والانقلاب في أضعف حالاته وعزلته وما قادر يتنفس، جاء الاتفاق الإطاري بشكله ده ألقلوا أيضا طوق النجاة من جديد وأداوا فرصة. أولا اعتبروا شريك في ترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية، لم يسمي 25 أكتوبر إنها انقلاب عسكري، وأعطى وضعية استثنائية لقادة الانقلاب بالمؤسسة العسكرية كلها خارج إطار سلطة الدولة المدنية المزمعة، وكأنما نحن يعني صمنا على ثورة وفطرنا على انقلاب. لكن دكتور في 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 واقع النصوص الاتفاق الإطاري نص بصراحة على خروج الجيش من العملية السياسية. نعم. عدهم مجلس أمن ودفاع صحيح، لكن ده فيما يلي الإشراف على المؤسسة النظامية فقط أو القوات النظامية، دي ذاتها تبعد الحكومة المدنية المفترضة. أنا دار أقول إنه الاتفاق الإطاري فيه إجابات، خلينا نقول للبحث أو لمواقف، يعني ما داير انقلاب خلاص الاتفاق جاء لك ما في انقلاب، يعني فيه يعني هو في الجزء العام وفي عمومياته فيه أشياء منسجمة مع ما هو يعني مطروح وكذا، ولكن في داخله فيه ألغام تعيد المشهد إلى الوراء بكل سهولة. أولا مسألة مجلس الأمن والدفاع وهيمنة نفس المكون الانقلابي، يعني وجود البرهان وحميتي وكذا اللي هم اعترفوا بأنهم عملوا انقلاب. نعم. وقال عملنا انقلاب وفشلنا في أهدافه، مش كده؟ وفي إقرار بأنه هذا الانقلاب هو عرقل البلد وأذى البلد وأذى الشعب السوداني أذى كبير جدا. طيب نفس الأشخاص القاموا بالانقلاب انت دايرهم الآن يكونوا هم محتفظين بوضعهم خارج المؤسسات السلطة الدولة، وهو يقولها نفسه اللي قال للقوات انه نحن حنجرب النازل، واذا ما مشوا في 26 27 28 وانتوا قاعدين، مش كده؟ طيب يعني محاولة تصوير ويعني خطابه المستمر انه التصوير انه والله في استهداف للقوات المسلحة والمدنيين دارين يفككوا، طبعا هذا الكلام يعني غير انه ما عنده اساس ولا عنده يعني سند يعني تمسك عليه. لا، في مطالب بالاصلاح. نعم، اصلاح المؤسسات. ما هو نحن يعني ما في تخصيص للمؤسسة الفلانية، الناس قالوا القوات المسلحة بس ان احنا يعني هي مستهدفة، لا، كل مؤسسات الدولة المدنية والنظامية تعرضت لتشوهات خلال 30 سنة، يعني عارفينها وهم أنفسهم يعني مدركين لذلك، وبالتالي في ضرورة للإصلاح. دكتور تصوركم شنو؟ خلينا النقطة دي. يعني على الأقل قبل 89 ما كان عندنا جيش اسمه الدعم السريع مثلا خارج المنظومة موازي، ده وضع ولا موجود في، ده وضع غير طبيعي. كان في الدفاع الشعبي وأيضا وكان في دفاع شعبي وفي شرطة شعبية طيب هناك دي كلها تشوهات حصلت خلال 30 سنة داخل هذه المؤسسات نفسها. دكتور الاتفاق الإطاري ما تكلم عن إعادة ترتيب الدعم السريع دمجه في القوات المسلحة زي قوات الحركات، يعني اللي بيقوم بالعمل دمه ما بتضره يعني عمل عسكري يا دكتور، يعني ما حيقوموا به المدنيين. طيب. كويس، ولكن العسكر ديل ما ممكن نفس من قام بالانقلاب يحافظ على ايوه انا يعني على القياده العسكريه، على القياده اللي نفذت الانقلاب في 25 اكتوبر لا يمكن ان تثق هي نفس القياده
اللي يعني انتم ما عندكم مشكله مع المؤسسه العسكريه؟ ما عندنا اطلاقا محترمه على الفريق والبرهان وحميدتي. نعم انه يكون جزء من او المكون يعني المكون العسكري ده تحفظوا على المكون العسكري المكون المسؤول من الانقلاب لا يمكن ان استامنه للمره الثالثه يعني عشان يعمل المجموعه دي تمشي المجموعه دي لكن الدكتور من داخل هذه المؤسسات يعني دكتور المؤسسات دي ما عندها نظام تحت راتبيه. نعم صحيح. يعني ما مؤسسه مدنيه. طيب يعني صحيح. ما مؤسسه ممكن زي حزب البعث يشيلوا نعم. صديق تاور يجيب وجدي صالح. نعم. دي في تراتبيه في 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 نظم عسكريه صحيح. هنا صحيح. ما بينفع انك تقوم تقول شيلوا لي البرهان ده جيبوا لي زول غيره يعني. طيب ده كلام صحيح جدا. تفضل كويس. لكن خلينا نقول التراتبيه دي كانت وين لما ازيح عمر البشير مش كده؟ جمن يليه طوالي ما استمر لما في أربع ابن عوف جمن يليه. يعني أنا أقصد شنو؟ إنه الآلية بتاعت إنه يبقى أو يستمر فرضتها ظروف سياسية بتاعت انتفاضة شعبية إرادة الشعب هي اللي شالت عمر البشير رغم إنه هو أعلى القمة مش كده؟ ولما جاء الثاني بالنسبة له برضو مشى في خلال 24 ساعة بنفس الإرادة الشعبية. لما جاء التالي بالنسبة له تقبلوه الناس باعتبار انه منحاز للثورة وللثقة وكذا، ولكن بعد يعني بالممارسة وبالتجربة ثبت انه هو عكس الثورة. فكيف يتم تقبله؟ إذن يعني هو ما مقرر على البلد يعني انه يتفرد فرض. فانت على الاقل هو ده التجربة المجرب، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نحن دكتور تصوركم شنو؟ يعني اذا افترضنا جدلا انه استجيب لهذا الطلب الصعب جدا انا في تقديري يعني بالنسبه للمؤسسات العسكريه يعني نعم السلطه دي تمشي لمنو؟ نحن دائما ده السؤال اللي نبحث عن اجابه موضوعيه. يعني اذا افترضنا انه العسكر ديل الان هم دائما يعني دائما بيقولوا يا اخي انتوا اتفقوا تعالوا لينا، ما بيبدو انهم برضو مراهنين على خلافات القوى المدنيه. لكن خلينا نقول انه هم قالوا ان حنسلم السلطه دي بكره. نعم السلطه سلموها لمنو حسب تصوركم؟ طيب ده السؤال اللي هم ذاتهم بيراهنوا عليه انه ما حتلقى له اجابه. لكن في يعني في سبتمبر او اغسطس 2019 سلمت السلطه للقوه سلمت ولا استلمتها؟ يعني ال 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 يعني القادة تقدمت قوى الحرية والتغيير استلمت السلطة اللي قادت. إذن القوة اللي قادت الحراك إلى أن أوصلته للمحطة المحددة هي المعنية بأن تتولى إدارة الدولة. يعني باختصار دكتور بمعنى العساكر انسحبوا الآن وسلموها لقوى الحرية والتغيير؟ لا أنا ما بقول قوى الحرية الآن. قوى الحرية والتغيير يعني. الحرية والتغيير 2023 ليست الحرية والتغيير 2019. طيب ليش يسلموها لمن الآن؟ طيب عندما تجمع قوة الثورة في منظومة تناسقية واحدة أو تنسيقية واحدة تتفق على منصة تكون جبهة واحدة من كل قوة الثورة هي قادرة على أن تحدد المنو اليمثلة لاستلام السلطة وإدارة دفة عندما يا دكتور. وده لا ما أعتقد أنه يطول ولا هو عندما باعتبار أنه لحد الآن ما حصل ما ده ما كان موجود لحد الآن يبقى رهان العساكر في أنه الناس ما متفقة. في 2019 ما كان موجود مش كده؟ 2018 لما قامت الثورة المركز الموحد القادة الشارع ده ما كان موجود. ولكن يعني الآن تسليم السلطة رهين بتكوين جسم مدني. نعم جسم مدني ده يعني إعادة تجربة قوى الحرية متوافق عليه وليس بالضبط مع الاستفادة منها مع التعلم من هذه التجربة الآن دكتور. نعم. ده بقودنا لوجود خلافات حقيقية بين القوى اللي أنت بتعتبر أنها أول مسمى بقوى الثورة. نعم. الآن في خلافات كبيرة جدا. نعم. يعني الزملاء في الحزب الشيوعي. نعم. بيفترضوا أنه حتى أنتم ما دارين نبقى. يعني ده بيفتكروا ان هم المثال. نعم هم الشارع. نعم. هم المعبر عن الثورة. يعني القصة ما وقفت على الإسلاميين. نعم يعني حتى قوى الثورة الأخرى
الان وما دارين ما دارين انهم معاون حتى في الشارع. نعم. فيبدو انه عند مديحه تاخذ زمن طويل يعني. انا لا اصور انها بتاخذ زمن طويل. ما هو انا زي ما ذكرت لك انه حصل في 2019 يعني المظله اللي التقت عليها القوه السياسيه بضغط الاراده الشعبيه، يعني الاراده الشعبيه كانت متقدمه على الحركه السياسيه عموما اللي اسقطت نظام الانقاذ، وبالتالي فرضت على القوه السياسيه والقائده والحراك قوه الحراك الثوري انها تلتقي في المظله اللي قامت باداره ضفه الامور في بعد 2019. الان التشكل الموجود اذا نظرت للسحب هذا التشكل موجود في طيف واسع، رافض للاتفاق الاطاري، رافض للانقلاب، ومع استئناف مسيرة التحول الديمقراطي وفق المستهدفات الثورة. دكتور شوين عنده الرأي واضح انه من كان جزء من التجربة السابقة برضو زي الإسلاميين لا يجوز له ان يكون جزء من التجربة اللاحقة، باعتبار انكم كنتوا شركاء في الفترة فترة حمدوك وبرهان يعني، وبالتالي ما بيجوز لكم تكونوا شركاء في الفترة اللاحقة يعني. هي المسألة دي تغيير الجذري يعني. المسألة دي تعود للحزب الشيوعي ومجموعته في الإجابة على السؤال ده. ولكن عندما انسحب من قوى الحرية والتغيير في 2019 ما توقفت المسيرة، وإنما ظلت المسيرة مستمرة، وظل هو محتفظ بموقفه النقدي الغير من السلطة القائمة. يعني أنا أقصد أنه مسألة أن تلتقي جميع القوى هذا من الاستحالة. احنا والله للأسف انتهى زمان المخصص لهذه الحلقة، لكن إذا كان عندك أي إضافة أو رسالة على أي بريد تضعها يعني احنا نديك الخاتمة. أنا شاكر للاستضافة وشاكر للأسئلة، وأتمنى أكون يعني إجاباتي فيها قدر من الفائدة، وأقول يعني رسالة للجميع يعني إنه نحن السودان في مرحلة معقدة، وهناك يعني ظواهر لم تكن موجودة في الواقع التقليدي بتاعنا. ما كانت هناك عندنا مجموعات من الحركات المسلحة وجيوش موالية وجيوش معادية، وما كان عندنا هذا التردي في الخطاب السياسي من بعض التكوينات. مصلحة السودان ومستقبله في انتصار الديمقراطية وانتصار التحول المدني الديمقراطي، ومكسب للشعب السوداني أن تكون هناك حركة سياسية بمختلف المرجعيات، حركة سياسية ناضجة وطنية تتنافس من منطلقات فكرية وبرامجية بأهداف الارتقاء بالبلد و بالشعب، وهذه مسؤولية أخلاقية للجميع. كثر خير كثير دكتور. السادة مشاهدي قناة البلد الفضائية، انتهى زمن المخصص لهذه الحلقة من حوار تسريبات، كان معي فيه ضيفا عزيزا الدكتور صديق تاور عضو المجلس السيادي الانتقالي السابق والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، وإلى لقاء في حلقات قادمة كونوا بخير. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم بكري المدني، والزميل خالد عركية في الجهاز التنفيذي، وإلى اللقاء. شكرا جزيلا.